مرحبا بكم رجعنا لكم وصفه جديده من الاشتراك بالقناه شكرا كثير لكم يلا على الوصفه نوضع ماء ساخن نوضع جزئ الماء الساخن الكميه غير محدوده ونطحن الجزند نطحن لفترة طويلة يعني, يعني يفضل يعني ثلاث دقايق أربع دقايق حسب نصفيه في قطعة قماش دائما القماش تبع المستخدم في المطبخ نغسله أو نوضعه في وعاء وبنغليه بنعقمه ممنوع وضعه في الغسالة أو إضافة أي مسحوق تنظيف على قطع القماش اللي إحنا بنستخدمها في المطبخ. إذا كان سخن نتركه قليل حتى يبرد. هو سخن لكن ممكن نتركه قليل حتى يبرد. بعدين نشتغل فيه يعني ثلاث أربع دقائق. مثل ما أنتم شايفين. هذا كله جزء هذا حنستخدمه نعمل منه خبز هذا حليب جوز الهند انا حعمل منه زيت جوز الهند وحليب جوز الهند اشتركوا بالقناه ان شاء الله قريب حنزل كل الفيديوهات نرفع الدهون هذا الكوب اللي انا بستخدمه الماك او البلاستيك اي كوب متوفر عندكم واحد كوب من جوز الهند اللي احنا استخرجنا منه الدهون والحليب بيضه عدد اثنين قليل من الملح قليل من الفلفل الاسمر ثوم بودرة. بودره قليل كمون قليل والتوابل حسب الزوج ولكن هو عشان في بيض الكمون والتوابل كتير مهمة تدي نكهة كتير روعة نخلط المكونات جيد حتى تنسجم نقص ورق الزبدة نتنيها على اثنين وكمان مرة على اثنين وبعدين نعملها مثلث وبناخد المقاس بنقص الحرارة ضروري تكون أقل من متوسط الحرارة الوقت تقريبا حوالي ثلاث دقائق أو حسب نوع الطباخ يعني لازم تركبوها مش لازم تخلوها تنشف كتير مهم الحرارة تكون أقل من المتوسط أنا بفردها بشكل معين بشكل مربع وانتو اعملوها بشكل انتو بتحبوه ممكن تعملوها دائرة مربع مثل ما بدكم ممكن تعملوها على قطر المقلة يعني وحدة كبيرة تعملوها هيك أصبحت جاهزة زي ما انتو شايفين كتير هي روعة على نفس الورقة الزبدة بنعمل التانية استخدموا الأدوات المتاحة عندكم ممكن نعمل دائرة مربع حسب مثل ما انتم شايفين ننتظر ثلاث دقائق هيك أصبحت جاهزة مع الجبنة والخضار للفطور للغداء حسب ذوقكم في امان الله تزورونا بصه جديده اتمنى الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه